نقول لك النقطة هذه ما جاتش بالساهل، الحمد لله تعبنا، حنا هضرنا في البي سي ار باللي إذا ما ربحناش ما نخسروش، الحمد لله وفقنا ربي، عندنا بنقطة بنقطة من الملعب هذا اللي بالك ما كانش اللي عاد بنتيجة إيجابية من أبار شلف، إن شاء الله نكمل على هذا المنوال هذا باش نكونوا أحسن في المستقبل إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.